السلام عليكم. كنت كنتمنى انني نتعرف على الاخوان وعلى الوليدات ديالنا اللي كاينين في الغربه، في واحد الحاله، في واحد الظرفيه احسن من هذه. ولكن اليوم انا جيتكم، وجيتكم بام مصدومه من ولدها، ام جريحه، ام تمنت الخير لكل الوليدات المسلمين ووليداتها، ام تمنت ان وليدها بعد ما عنقته وفارقته تمنت انها تجي وتعاود تعنقو لتاني مره ويجيها فرح وضحك ويحقق جميع الاحلام ديالو اللي كان كيتمناه. لكن للاسف ما كنتش كنعرف انني نهار تودعت مع ولدي كنت كنودعو الوداع الاخير. كنت كنهضر معاه ديما، كنحس بيه انه بخير، خدام، كيوعدني دايما انا راجع لك اميمتي، انا توحشتك اميمتي وراجع لك وغادي نرجع لك وانا فرحان. يمكن ما غاديش نحقق كلش الاماني اللي انا غادي عشتها وحلمت بيها اللي حلمت نعيشها، ولكن غادي نحقق واحد القسط من الاحلام اللي انا عشته. تمنيت ان ولدي وبدون الاحلام ديالو يرجع لي، تمنيت انني ما نفقدش ولدي، تمنيت ان ولدي الحاجه الوحيده اللي ما لقاهاش في المغرب يلقاها برا المغرب، لان عييت معاه قلت وليدي ناكلو انا وياك رطاف الخبز، حنا ما بحالتناش بلاش من برا. قال لي لا ماما، لا الوالدة، الا كتبغيني عاونيني. سلفت له الفلوس باش يمشى. تمنيت انه يعيش بخير. وفي واحد اللحظه والبارح بالاخص، هادي 4 ايام وانا قلب الام كيحس، هادي 4 ايام وانا كنحس ان ولدي ما عيطش عليا شي حاجه بيه، ما عندي لا حنين لا رحيم لا اي واحد فين نعيط عليه. الحاجه الوحيده اللي فكرت فيها اني نبدا نصوني عليه كل وقيته، كنلقاها ما كونيكتيش لا في الميسنجر لا في الواتساب ديالو لا في اي حاجه. قلت يمكن ولدي، حيت بعض المرات كيضطر انه يبيع التليفون ديالو باش ياكل ويشرب او ياخذ الترونسبور ديالو، قلت يمكن باعو دابا يعاود يشري ويعاود يعيط عليا. واذا بيا كنتفاجئ بواحد الاخ من البرازيل كينونسي الصورة ديالو وكيسول واش كاين شي حد كيعرف هاد الدري راه توفى في البرازيل. كانت صدمة قوية عليا، انا ما عنديش غير هو، عندي 3 ديال الوليدات، ولكن وليداتي كلهم بحال بحال هو الكبير، هو الكبير. وتمنيت انني انه يحقق كل ما كيتمناه. دابا انا كنطلبكم الخوت، كنطلبكم من ام محطمة مجروحة من 4 ديال الصباح وأنا دمعتي على خدي، خديت الفانيد باش نعس، خديت الدواء من عند الطبيب باش نعس، وما قديتش نعس لأن صورته ديما بين عينيا. ديما كنتمنى أنني نفيق ونقول هاد الشي كدوب ماشي صح. تمنيت أنني يجي شي حد ويفيقني ويقول لي هاد الشي كاملة غير كدوب، ولدك باقي عايش. توصلت للحل انني نتصل بالاخ المامون اللي اتصلت بيه باش يساعدني، لان كنعرف انه انسان شجاع وكيساعد الخوت وكيحن، وان شاء الله ما غاديش يخيب. انا تمنيت انه يعاونني، وتمنيت هذا الميساج وهذا الفيديو يوصل لجميع الخوتنا المغاربه اللي متواجدين في اي بلاصه، خوتنا المسلمين اللي عندهم الحس، الامهات اللي ميسر عليهم الله يشوفوا من قلب واحد الام اللي باغا وليدها يتدفن حداها وتبقى تزورو من شمعة لشمعة. على الاقل ما قدرتش نضمو بين الاحضان ديالي، وما قدرتش انه يعيش مازال حدايا، ولكن تمنيت انني نبدا نمشي ونشوف القبر ديالو ونترحم عليه. دابا الخوت انا كنتمنى ان هذا الفيديو يوصل لكم ويوصل ابعد مدى، لانني بغيتكم تعاونوني. انا بغيت ولدي نجيبو يتدفن حدايا ومحتاجه للمساعده ديالكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا، كنتمنى تحسوا بيا. السلام عليكم ورحمه الله. الوليد ديالي هو هذا، الصوره ديالو، الاخوان اللي ما كيتعرفوش عليه، الاخ المامون راه ملونسيت الصوره ديالو
ولكن انا راني كنلونسي الصوره ديالو لساني مره باش تاكدوا لان ماشي ترافيك ماشي اي حاجه. انا محتاجه باش نرد، ما محتاجه لا باش نبني دار ولا باش ناكل ولا باش نشرب. انا محتاجه الماده باش ولدي يجي يتدفن حدايا ونبقى نزور ونجمع الشبعه. والله راه ما كيضيع حتى واحد، ربي ما غاديش يضيعكم، ولا عطاتو ربي ولا عطاتو ربي غادي يعطيكم من فضله. بغيت ربي ما يضيع حتى شي واحد، لا اللي عطى القليله ولا اللي عطى الكثيره. شكرا والسلام عليكم.